فنانة ليلي قاسم، أهلا بيكي في بوابة أخبار اليوم. أهلا بيكو، وأنا سعيدة جدا إن أنا معاكم النهارده. عاوزين في البداية تكلمينا عن مشاركتك في فيلم ريكلام وإزاي تم ترشيحك للدور. بالنسبة لفيلم ريكلام، أنا كان ترشيحي جه عن طريق السيناريست الجميل مصطفى السبكي، هو اللي رشحني للأستاذ علي رجب، وأستاذ علي بارك الترشيح ده. وأنا شخصيا لما قريت الورق، شخصية إنجي في الفيلم استفزتني جدا، ويعني أنا اللي قلت لمصطفى أرجوك أنا لازم أعمل الشخصية دي، لأن الورق يعني يستفز الممثل الشاطر أو الممثل عامة، يستفزه إن هو يعمل الدور ده. لو تكلمينا في البداية، يعني لو نرجع شوية عن بدايتك الفنية، وفي ناس كتير جدا عاوزة تعرف بداية ليلي قاسم فعلا الفنية كانت إزاي؟ بدايتي الفنية، أصلا أنا كنت مذيعة، اشتغلت مذيعة في MBC، في الفضائية المصرية، في المحور، في مودرن، في ميلودي، وبعدين عملت الدعاية بتاعت ميلودي اللي هي الحقيقة المرة الجزء الثاني. من هنا حصل لي زي ما بيقولوا السويتش في حياتي من مذيعة لممثلة، لأن جاء بعد كده ترشيحات كتير من مخرجين، وبدأوا أصدقائي من الوسط الفني إن هم يحاولوا يعني يقنعوني، طب ما تركزي في التمثيل، طب شوفي التمثيل كويس، ادرسيه، حاولي تنميه. ففعلا خدت كورسات عند محمد عبد الهادي، وفي لبنان عند رفعت طرباي، وبدأت أركز في التمثيل. موقفة حاليا فكرة إن أنا مذيعة، موقفة مؤقتا يعني لحد إن شاء الله ما أثبت وجودي كممثلة. بالنسبة للأدوار اللي أنت عملتيها قبل ترشيحك لفيلم ريكلام كانت إيه؟ قبل فيلم ريكلام أنا طلعت في رمضان اللي فات في شارع عبد العزيز، كنت عاملة شخصية هالة، وعملت كمان فيلم تاني اسمه فكك مني مع أحمد عزمي ومروة عبد المنعم ودينا وعم حزن، عم حزن حزني الجميل. بس هو توقيت عرض الفيلم بس للأسف هو اللي ما خدموش، لأن هو يعني اتعرض بعد الثورة، ما فيش يمكن بثلاث أربع شهور، ومع إن الفيلم ورقه أكتر من رائع، وكان بيتكلم عن قصة جميلة جدا جدا. عاوز أعرف رأيك في عاوز أعرف رأيك ليلي في رفع قضية على فيلم ريكلام قبل عرضه، وفي كتير انتقدوا التريلر اللي هو موجود دلوقتي على أساس إن هو يعني في بعض المشاهد الساخنة وبعض المشاهد اللي هي ممكن تثير الجدل بالنسبة للمشاهد المصري. تمام، بالنسبة لرفع قضية على فيلم ريكلام، لا أنا شايفة طبعا إن هي في غير محلها، وإن شاء الله هي قضية خسرانة بالنسبة لهم مش بالنسبة لنا إن شاء الله، لأن الفيلم ما فيهوش إسفاف. الفيلم بيناقش قضية فئة في المجتمع ما ينفعش ننكرها، ما ينفعش نتجاهلها. احنا لازم الثورة علمتنا ان احنا نشوف عيوبنا ايه ونحاول نعالجها، لكن ما نبقاش عاملين زي النعام اللي بيدفنوا راسهم في الرمل. لا بالعكس، احنا نعمل اسقاطات على عيوبنا، ما نخجلش من عيوبنا، لكن نخجل ان العيوب دي تفضل موجودة. فلا، الفيلم ان شاء الله هينال اعجاب الجماهير. صدقوني انتوا ممكن تتعاطفوا مع كاركترات معينة، ممكن تبقوا ضد كاركترات معينة تانية في الفيلم. خلينا نشوف الفيلم الاول وبعدين نحكم او نقيم، بس صدقوني انا متاكده ان شاء الله ان الفيلم ده هيشد ناس كتير قوي وهيعجب ناس كتير قوي ان شاء الله. موضوع القضيه اللي اترفعت على الفيلم، زي ما بقول لك، هي بالنسبه للقضيه، لا انا شايفه طبعا انه من الغلط ان احنا نحكم على حاجه قبل مشاهدتها، ان احنا نقيم حاجه قبل ما نشوفها ونتعرف عليها، وان شاء الله